النهارده هنعمل مع بعض كروكات الفراخ، هنجربه كده بمقادير قليله قوي وبيطلع طعمه خطير. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه فراخ مسلوقه ومتقطعه كده، اي حاجه كده هنضربها في الكبه لكن مصغرها على قد ما اقدر، ومعايا توم بودره وملح وفلفل بس كده. هعمل بشاميل تقيل، فعندي شويه من اللبن والزبده والدقيق، وعندي طبعا دقيق وبقسماط وبيض للقلي، وده كل اللي عندنا. طيب هنزل بيه الزبده في الكسرولة اهي، هديها فرصتها كده تبتدي تسيح. هنقل الفراخ بتاعتي في الكبة، وهنزل عليها بالتوابل، الثوم باودر، فلفل الاسود، والملح. نضرب الكلام ده بقى، عايز انعمه على الاخر. حلو قوي. هاخد بوله انزل بالفراخ بتاعتي اهو، خلاص الزبده ساحت، انزل بالدقيق اهو، هدي فرصه بس للدقيق بتاعي يتحمر كده شويه. هاخد شويه اللبن اللي عندي، زي ما قلت لكم احنا بنحاول نعمل بشاميل تقيل، هنزل كده بشويه نزلت بالكميه هي كلها، هنزل عليه هو نفسه شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود. بص نضرب كده كويس قوي، هرفع البشاميل، هاجي على الفراخ، هنزل اهو بالبشاميل بتاعي، وبمعلقه بقى كده عايزين نخلط الكلام ده مع بعضه كويس قوي. بس انا في الاخر عايز دي تعمل لي عجينه، طبعا محتاجين نسيب العجينه بتاعتنا دي تبرد شويه، فانا مجهز لكم عندي هنا اهو شويه حضرينهم اهي واتبردت خلاص. طيب ناخد حته اهو بالشكل ده، ابتدي زي الكفته كده، بس الاول نكبسها كده مع بعض، وبعد كده اقدر ابتدي اعمل كده خلاص، تطلع لي في الاخر بالشكل ده. وعلى طول بقى زي ما هي كده على الدقيق، منه على البيض بايد التانيه، نزل اي زوايد، وعلى طول على البقسماط زي ما احنا متعودين بقى، نغطيها كده وبعد كده نمسك ونضغط خلاص، تطلع لي في الاخر بالشكل ده. حضر لكم هنا شويه مجهزهم ودخلوا الثلاجه مسكوا نفسهم. عندي هنا طبق عليه فوط مطبخ، وعلى طول هاخد الكروكات